السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كي صبحتوا؟ كي دايرين مع هذا النهار؟ دائما تنقول لكم جميل مشمس. كي دايره الصحيحه ديالكم؟ هانيين. كما هذا الفيديو هذا مغاير على الفيديوهات الاخرين، كما كنقول لكم دائما لما لا حنا نساهموا واخا في البيت ديالنا، نساهموا في الحفاظ على البيئه. مثلا انا داير بيا الربيع جنب الدار، كنوض كنحيدو كما وريتكم هكا، كنحيد الربيع ولا داك الفضلات ديال الخضره، القشور ديال الخضره، ولا شط لينا شي خضره، مثلا بطاطا بدات كتنبت، ولا مهم اللي كان في الخضره ديالنا كنجمعوه في الطين. وحتى النهار اللي كنبغي نخدمو به كنخدمو به حنايا. مثلا هذا كما قلت لكم باش كنعمر هذوك لي بوم اللي كنصايب، كما قلت لكم ولدار كيدير الكومبوست. هذاك الكومبوست هو اللي غندير معكم انا اليوم، هذاك التراب اللي كنعمرو به لي بوم. مثلا كما قلت لكم هذا الربيع كنشدو الربيع، ربيع خضر، والورق اللي كيطيح ديال الشجر كنستافدو منه. ومهم هانتوما معانا غتشوفوني كي كندير هذا، كنستافدو منه. انا عندي الاعتلال ديالي على قد الحال، قدي الحريقه الغليظه. الربيع كيف ما كان، يا حريقه يا ربيع اللي كان، المهم يكون خضر حيت باقي غنديروا اليابس. منها كنقيو الدنيا، منها كنستافدو، ومنها كنحافظو كما كنقول لكم على البيئه. لماذا؟ جيبي لك خباشة ديالك. خباشة ديالنا. كما قلت لكم ماشي بالضروره تكون حريقه، انا غير حنت جمعت عندي حدا الدار، فكنربيع كنجمعو الربيع. احنا جينا هنا للبلايصه، ها هي نحطوها، هاد الربيع هذا غنحطوه هنايا، وغنمشي دابا كما قلت لكم
كنجمع الوراق ديال الشجر اللي كيطيح. نعم. انا هادشي كله داير عندك غير الدار. بسم الله على بركة الله. هنا ها هو الورق شتو دابا، هذا ورق ديال التوت، هو طايح من هنا طايح هنايا من الورق. هادي شناهي النمور؟ توتة نيت. هادي هي التوتة. حنا حيت كان شحال هادي كان مول الدار ديال هنايا الشهدية، وهذا أنا مكنعرفش في الشجر. منها كنلقاو الدنيا ومنها كنستافدو حنا من هاد الورق هذا. انا كنبقى نجمع دائما في العقل، كنخاف من العقارب. فاش كنكونو كنجمعو هادشي، هاد الورق هذا ملي كيكون ديجا مول الدار داير الورق داير الكومبوست الحفرة ديالو، كنشدو كنلوحوه وسط الشجر حيت هو التماد، هذا تماد. نمشيو نديرو بيه دابا لي هاد الكومبوست ديالنا الطبقة، شوفو معانا. دابا غنحطوه، دابا غنحطو الطبقة الأولى بالورق، وعاد غنمشي نجيب الغبار، هداك الغبار ديال الغنم ديالنا، تا هو غادي نستافدو منو. ايه هي ها؟ ايه فرشي اختي عاوتاني فرشي مزيان فرش غادي الله يسعدك نعاود ندير عليه صاب اللوحي مزيان هاكاك هاي ديري هاي ديري فوالا صافي ديري هذاك الربيع الغبار ديالنا يلاه سير جيبي لي مدرع احسن جيبي لي حل بعدا مدرع كاين القشا هاهو نمشي بقى لملي باش نبان لكم مزيان حيد داك الميكا من المدرا حيد كيما قلت لكم لا لي بلاستيك كامل الفوق ها كامل الفوق كامل الفوق دابا كيما قلت لكم هاد الغبار هذا راه ديال الغنم ديالنا كيهزو مول الدار وكيجمعو كيما قلت لكم فيه كيديرو الكومبوست كيديرو تماد الشجر هذا ديال الغنم حزي عندك سطلي حزي عندك سطلي غير بشويه هكا هكا هاد الشجر هادي اش هكا حتي دوري دوري ليمن صافي
عطيها بهاد الجعبه. شنو هي؟ المدره. هذه الحديد. لا ثقيله. كانت ديال الخشب. كانت ثقيله. عرفتي كي داير خيمة تبارك الله هاد الغبار هذا ديال الخدمة. حيد هذيك اخويا، حط الطرف ديال البلاستيك. حيد سبني بغيت نخويا. راه في المدرا، في المدرا. اه صافي بركه، راه يكون ثقيل. صافي صافي نديو نصايبو. سير خويتي هاك هو. خويا خويا فرشي بالمدرعة واش هاني فرشي. يلا بحال بحال بحال. المدرعة غنبتني بهاد ديال الحديد. سير. شوفني تاع بحال البالة هاكا. نسيت نسيت فرشي فرشي. تسرحوه في الطبقات. صافي بارك. يلا ديري دابا ديري. كنديرو دابا هاد الربيع ديالنا. هذا الماتيريال على قد الحال ديالي. صافي وكنفرشوا هذا الربيع من الفوق بحال هكا. عاوتاني نعاودو نجيبو الورق، عاوتاني عاوتاني غنديرو طبقة أخرى، نجيبو الورق وعاوتاني الربيع، حتى كنديرو طبقة وكنرشوه بحال هكدا. أنا وريتكم دابا غير اللي أنا كندير في الدار، أما هو مضطر كيدير واحد الحفرة لبيه، كيدير حفاري كبارين وطوالين، شحال فيهم في الغرق؟ واحد 10 سنتيم. 10 سنتيم تيبقى طبقة على طبقة وكيسقيهم. وقت دابا مع الحال السخون بدا تيسخن كيسقيهم شحال من مرة في السيمانة الماء؟ عبيد ما ينشف التراب. غير كتقلبوا التراب كتلقاوه نشف كتسقيوه، راه كيجي تبارك الله رائع رائع رائع. وغزال هذا الكومبوست هذا كما قلت لكم للحفاظ على البيئة، علاش لا؟ واخا في الدار وحاجكم كما قلت لكم اللي عندها الخضره كتجيبي الخضره ديال الزبل ديال الخضره وكديري القشور كما كنقولوا وكديريهم في الفوق كتزا واحد الشهير تقريبا كيولي تماد. كتبركي عليه مزيان. كتبركي عليه باش فوالا عيد تديه ما تخليه بحال هكا، بقاي تبركي عليه من الفوق هكا. هذه ضروري يكون الغبار من الفوق ولا الربيع فهمتي، باش كيتسد باش كيتزمت. فوالا فوالا. شحال ما درتي ديال الطبقات شحال ما مزيان تخلط المهم، تخلط العناصر كيدخلوا لي ماتير اورغانيك شي كيدخل في الشياء. درجه السخونيه كتكون فيه درجه السخونيه راه فاش كيكون طايب مثلا في الصيف ولا تكون طايب. اه تخيل يدك ما باش كيتحللوا دوك دوك المواد اللي شي كيدخل في الشياء كيولي تبارك الله التراب كحل سمات طبيعي. فاش نكون كنطيب لي بوط نقول لكم ها هو الكومبوست اللي طايب مونطاج راه هو هذا.
وكما قلتكم كتقلبوه هنا لقيتو نشف كتقيه وعلاش لا. وكنشكركم كنتمناكم تدعمونا وكنشكر كاع القنوات اللي كيدعموني وكندعمهم الله يحفظكم. وكما كنقول لكم دائما لي لايك لي لايك لي لايك.